شارع العمالة أحد شوارع الذي يوجد مثله في كل أحياء الرياض، حيث تشتهر هذه الشوارع باجتماع مختلف الجنسيات التي تمارس مهن مختلفة ما بين الصيانة والنظافة ونقل الأثاث وحتى المقاولات. أنا شغل شركة بسوي بويا جوبس، لازم فاتورة كذا شغل نظام. كل شيء موجود، كل شيء موجود. من وين جيب فاتورة؟ هذا نفر يعني محل موجود. يا أخي أنا ما في معلوم هو قرقر طيب. بس هو هذا جوال رقم شغل جوبس، هذا شغل جيبس بس. تمام. بويا خش صفر غرفة ولا كيف؟ مكتب واحد مكتب بس. صفر خمسة صفر. أنت يعني في شغل مع محل ولا شغل من برا ولا كيف طريق؟ أنا برا شغل بس. ما في شغل من محل يعني؟ أنا ما في شغل. كيف طيب أنت معلوم يعني شغل هذا سويه ولا ما؟ أنا تاني نبر شوف خلنا بقى من الحين نتروح. بعدين سوي بوي، بعدين كهرب. لا كهرب أول سوي سلب. كله سوي يعني أنت؟ أول. بلاط. لا. في نفر صديق سوي. ولا هال في صديق تاني ما في. يعني كله صديق معلوم شغل كل. كله شيء شغل. شوف يا صديق. عشوائية في التعامل مع العملاء، فلا وجود لأوراق رسمية أو مرجعية وظيفية أو حتى أوراق ثبوتية، ويمتهنون تزييف الفواتير بأسماء مؤسسات تجارية وهمية. أنا ما كيف يعني شغل نظامي؟ عرفت أنا ما في معلومة. أنا شغلي قبل كذا شركة. بصفك مستخلص، كلام مستخلص. أيوة هو معلوم. كلام أنت هو شركة نبرات هنا ما في شغل تسوي. لا إقامة، أنت شيل إقامة بس شغالين بالإقامة. مروح برضو شركة وروح شركة أسرب بالإقامة. إقامة في موجود. أنت سجل بس هذا 300. أنا ركب سعر يعني. أيوة أنت ركب كل شيء. لا كيف طيب شركة أنا بعدين كلام ممكن ما في شيء. كل الشغل كده مع الشركات. كده الحين هذا النبرات كله ما بس هذا كويس كده طريقة نظام يعني. بعدين ممكن أنا مشكلة سوي. أنت إيش مشكلة؟ ما أدري شركة كلام هذا مين محل؟ شوف أنا سجل هذا إقامة أنا موجود كل شيء أنا موجود، لكن أنت إيش مشكلة هل هنا إذا في مشكلة إيش مشكلة مؤسسة عشان يكون شغل نظام؟ عرفت؟ ممكن أروح أجرح على مؤسسة هذا كفيل يمشي مكتب مؤسسة. أيوة. أنت عامل عقد بينه وبين حضرتك وتمضي عليه ونمضي عليه وتاخذ أنت العقد وتورد الشركة دي تصرف برضه على المؤسسة وباين أنها نظامية بس هي مو نظامية. هي كل ده في السوق، ما فيش حد يتلاقي نظام في السوق. ما حد نظامي؟ لا هو معاه إقامة، كل إقامة بس مش هو عنده مؤسسة ويروح يجيب لك عقد وكلام من ده. يعني ما في مرجعية وظيفية قصدي. أنا بشتغل مع شركة، أنا بوريك وجودك شباب مع شركات كبيره. بياخد العقد، بيكتب البنود، البند ده مجاوي سيراميك، بلاط فلان يبيع هيعمل يسوي كذا 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 كذا، بيشيل بالمواد السعر قد كده، ويجي في الاخر انت حضرتك بتوقع مهندس اللي ماسك الشغل او المدير اللي ماسك الشغل بيوقع، ويجي المجاول مكتوب المجاول بيوقع عليه. تفهمني والله طابخينها مظبوطه. سبت الاقامه. لا انا شغلي كده، انا عملت شغل ده مع ناس كتير يعني مهندسين كتير وشركات كتير. صنعت هذه العشوائية حالة من انعدام الثقة في التعامل مع هذه العمالة السائبة، وسببت القلق والخوف لسكان المنازل المجاورة. أنا بالنسبة طال عمرك العمالة الوافدة اللي ما لهم أساس ولا هم في مؤسسة، أنا من رأيي المواطنين ما يشغلونه نهائيا، لأن هذا طال عمرك مرت من الرياض وعشرة من جدة ما بتلقاه هنا ولا شوية اللي رايح البلاد. من تطالد أنت؟ من يكون بيدك؟ ما بيدك شيء. أرفض الشيء هذا طبعا بالنسبة للعمالة السائبة، إني أجي أخذها من الشارع ولا أعرف وش وراها، مجهولة طبعاً، لا في إقامة لا في شيء. فالأفضل إني أكون أخذ من مكتب معتمد ومعروف، لا قدر الله لو دخلت بيتي صلح أي شيء أو لا قدر الله حصلت أي حاجة مشكلة شيء، إني أعرف المكتب اللي أنا أخذت منه. وجودهم يعني بالشكل هذا وبطريقة غير نظامية يضايق الجميع. احنا ودنا أن كل شيء موجود هنا أنه يكون نظامي. فوجود عمالة سائبة ممكن يرتكبون سرقة، ممكن يرتكبون اختطاف، ممكن يعملون أي شيء. فأبد فعلا هذا يضايقنا، وحنا مع النظام، والواجب على كل مواطن يبلغ عن أي عمالة سائبة بهالشكل. يعني سيئاتها كثير حقيقة. أقل شيء قدام أسبوع عقب الإجازة، كنا إجازة صيفية في الجنوب وجينا من الجنوب، وصلت عندي تهريب في البيت. فطبعا أنت خبر ظروف الناس وأشغالها، رحت خدت لي من الحراج عامل، قال مع علبه وقال انا راعي بويه وانا كذا، وفعلا خدته وسوى عندي في البيت. وما دام بيسوي لك حاجه بسيطه ما تذكر يمكن ب 200 ريال خرب علي ب 1000 ريال. ما دام البويه خرب علي، زود علي زياده فوق المعدل.
وتعتبر المملكة أكثر وجهة مفضلة للعمل في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً في استخدام العمالة، ما يجعل منها حاضنة لمختلف الجنسيات ويزيد المسؤوليات على كل الجهات المختصة لضبط هذه العمالة السائبة. لـ MBC أحمد النويصري، الرياض.